الحاجة إلى، يمكن أن نقول أن الحاجة الملحة لتطبيق التشريعات الجديدة هي التي أدت إلى إيجاد وانبثاق هذا القضاء التجاري المتخصص. كان الاتجاه في البداية يسير نحو إنشاء محاكم للأعمال، ولكن سرعان ما استقر رأيي على إنشاء المحاكم التجارية في غير الحال. إذن مباشرة ندخل للضمانات والامتيازات المواكبة لبزوغ هذا القضاء. إذن جاءت النصوص التي تدخل في مناطق اختصاص المحاكم التجارية حافلة بالعديد من الامتيازات والضمانات القانونية التي تصب في صالح التجار والمستثمرين. أبرزها أكيد مقتضيات المادة 334 من قانون التجارة على خضوع المادة التجارية لحرية الإثبات، وهذا مبدأ يعني قد ننساه أحيانا، إن هذا من القواعد الأساسية التي بنيت عليها قانون التجارة. ومن جملة الضمانات الاقتصادية المهمة التي كذلك ألحقت بقانون التجارة فيما بعد تعديل سنة 2011 الذي نصت عليه المادة 78.1 وما يليها، وذلك من خلال تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام المعاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأي وسيلة تثبت التوصل، لأن هاجز استخلاص المبالغ المتعلقة بالصفقات كان دائما يطرح إشكالا كبيرا بالنسبة للمقاولات المغربية التي هي في نسبة 95% هي مقاولات صغيرة وعائلية. إذن لن أطيل في هذه الضمانة. القانون إحداث المحاكم التجارية بدوره حاول كذلك وضع مؤشرات زمنية، وهذه المؤشرات الزمنية الآن تطورت في الوقت الحاضر بعد عدة اجتماعات على مستوى وزارة العدل فيما يتعلق بتحديد آجال البت، ولكن أول نص مغربي حاول أن يرسخ هذه الضمانة وهو قانون إحداث المحاكم التجارية. طبعا كانت هناك بعض النصوص مشتتة هنا وهناك التي تعطي مؤشرا زمنيا للبت في القضايا، ولكن جاءت المادة الثامنة من قانون جاء قانون إحداث المحاكم التجارية الذي وضع مؤشرات كما قلت للبت في القضايا. مثلا المادة الثامنة التي نصت على أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها يتم بحكم مستقل داخل أجل 8 أيام، ويمكن استئناف هذا الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ. المادة 16 التي تنص على أنه إذا كانت القضية غير جاهزة، وهذه مادة مهمة جدا بحيث أن التفسير الذي يمكن إعطاؤه لها هو أن القاضي عليه أن يبت داخل أجل، القاضي التجاري عليه أن يبت داخل أجل 3 أشهر، ومؤشر أنا أراه كمؤشر في هذا الإطار. فتقول المادة 16 على أنه إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر. أجل الاستئناف كذلك المادة 18 قلص مدة الاستئناف إلى 15 يوم. كذلك المادة 21 من نفس القانون أعطت رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية رغم وجود منازعة جدية. يعني أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر الحال أو لوضع حد للضرار ثبت تجاريا أنه غير مشروع. وهذا كذلك كان تقدما كبيرا بالنسبة للاختصاص المتعلق بالاستعجال. كذلك أعطي لرئيس المحكمة صلاحية تعيين
قاضي مكلف بمتابعة إجراء التحفيل. سوف نرى فيما بعد إذا بقي الوقت الخطوات المتعلقة بذلك. يعني هي كانت محاولة محتشمة خجولة من طرف النص المغربي، يعني على درب خلق مؤسسة ديال التحفيل. وسوف نرى في المشروع فيما بعد هل وقع مشروع مسطرة مدنية، هل وقعت كريس هذه المسطرة، مسطرة قاضي التنفيذ. إذن هي مجموعة من الضمانات كما قلت من أطيل فيها. حاول المشرع أن يبتها في هذه النصوص كإشارة للمستثمرين المغاربة والأجانب، تفيد أن المشرع يهتم بهواجسهم وبتخوفهم، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة الوقت والزمان، تدبير الزمان داخل المحاكم. يمكن أن أمر على مسألة تقييم النشاط القضائي التجاري، نشاط القضاء التجاري خلال هذه الفترة هذه. فقط أقول أنه في هذه النقطة يمكن أن أقول على أنه فعلا القضاء التجاري خلال هذه الفترة أتى بعدة إيجابيات. يصعب على أهل الدار أن يقيموا هم بأنفسهم مدى نجاحهم في تكريس وترسيخ هذه الضمانات، ولكن يمكن نقول مع ذلك الأمر يحتاج إلى تقييم موضوعي، ولكن يمكن نقول مع ذلك على أنه تم البت في عدد لا يستهان به من القضايا بالسرعة المطلوبة. كذلك السرعة في إنجاز الإجراءات التي تم الضبط، تكريس العديد من المبادئ والاجتهادات القضائية في المادة التجارية، تكوين أطر بشرية على قدر من التخصص من قضاة وموظفين، تكريس تجربة ثمينة فيما يخص التعامل مع الإعلاميات، العمل ضمن فضاءات ملائمة نسبيا. فقط أريد من خلال قراءة نموذج الإحصائيات التي نشرتها وزارة العدل بالنسبة لسنة 2015 أقول لأنه نسبة تسوية القضايا المسجلة للمحاكم في السنف التجارية تراوحت بالمغرب تراوحت بين 81.50% للسنفية فاس التجارية و 92.32% لمحكمة السنف التجارية مراكش و 103.59% لمحكمة السنف التجارية بالدار البيضاء. بالنسبة للمحاكم التجارية تراوحت هذه النسبة بين 97% و 106% على اختلاف المحاكم، 8 محاكم موجودة في المغرب. مباشرة أقول على أنه مع ذلك بقيت هناك بعض المعوقات. أكبر معضلة، أكبر معوق هو مسألة التبليغ بدون شك. لا يتجاوز الإثنان على أن إشكالية التبليغ بصفة عامة لا زالت تطرح مشكلة، سواء تعلق الأمر بالنسبة للمحاكم التجارية أو المحاكم العادية. فأنا أقول كخلاصة عامة في هذه النقطة أنه لو حل مشكلة التبليغ تشريعيا وإجرائيا لكانت نسبة تصفية هذه القضايا، أو لكانت قد صفيت هذه القضايا بشكل آخر. يعني أقول على أنه تلخيصا لكل ما يمكن أن يقال في هذا الإطار، لو أن الدولة انكبت تشريعيا وبإرادة وكذلك أعطتنا منتوجا تشريعيا، أنا أقول على أنه الآن القضاء المغربي ينشغل هامشيا بمشاكل الطعن في التبليغ ومشاكل الزور المتعلقة بالتبليغ، وقد يغطي ذلك عن الموضوع. وأصبحنا دابا الآن يعني على مستوى القضايا التي سواء تعلق بالموضوع أو باستعجالي ننسى جوهر القضية ونطرح على المحاكم، ونبقى يعني ولدينا في الخصام فيما يتعلق بالمسائل الهامشية المتعلقة بالتبليغ. وأعتقد أن الإشكال، وطبعا الحال يمكن أن نقوم بإحصائيات في هذا المجال وسوف تكون مفيدة جدا، ولكن كخلاصة أقول على أنه لو كانت هناك إرادة، طبعا الإرادة موجودة، ولكن لو كانت هناك نصوص تشريعية
يعني دقيقة لكي تعالج إشكالية التبليغ، التبليغ بالبريد الكترون، التبليغ بالقيم إلى آخره، التبليغ بالخارج. لا استطاعت المحاكم أن تصفي العدد العديد ولا ضاعفت هذا المجهود الموجود حاليا. لنا أمل في نص المسطرة المدنية الجديد لكي يعالج كل هذه الإشكالات. الآفاق المستقبلية إذن للقضاء التجاري على ضوء المشاريع الجديدة. الأمور بقيت على حالها طيلة عمل المحاكم التجارية إلى غاية الوصول إلى محطة إحداث وتنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة بتاريخ 8 يناير 2012، والذي تمخض عن ميثاق يوليوز 2013. البند رقم 96 أو التوصية رقم 96 من هذا الميثاق جاء فيها أن من أهداف هذا الميثاق أنه ينبغي العمل على إحساء تنظيم قضاء قائم على مدى التخصص في إطار وحدة القضاء قمته محكمة النقد، وربط المحاكم التجارية بالأقطاب الصناعية الكبرى، وإحداث أقسام تجارية متخصصة لبعض المحاكم الابتدائية تختص بالبت في القضايا التجارية مسندة إلى المحاكم التجارية بموجب القانون، وإحداث غرف تجارية متخصصة كذلك بمحاكم الاستئناف والحفاظ فقط على محكمة الاستئناف التجاري للدار البيضاء، وهو ما سوف يتم بلورته من خلال قانون تنظيم القضاء الوشيك الصدور. ولاحظ أن الدولة المغربية سوف تحاول من خلال هذا، من خلال مبدأ وحدة القضاء الذي جاء ذكرنا عليه في هذه التوصية، إلى إيجاد التوازن المنشود بين الإبقاء على ضمان تخصص القضاة من جهة، وتحقيق القرب من المتقاضي من جهة أخرى، لأن من أبرز الانتقادات التي كانت توجه إلى نظام القضاء التجاري من حيث بعده الجغرافي، وهو قلة هذه المحاكم وبعدها عن باقي المدن الأولى التي كان فيها القضاء موحدا، كانت الولاية العامة للمحاكم الابتدائية، والتجربة الثانية التي صار فيها المشرع في إطار إيجاد محاكم متخصصة. الآن سوف يتم الإبقاء على بعض المحاكم التجارية والإدارية المتخصصة يعني في الأقطاب المهمة والمدن المهمة الكبرى، ولكن سوف تنشأ أقسام أعتقد حوالي 18 قسما مرتبطة بالمدن الأخرى التي بها محاكم ابتدائية. سوف يطرح عليها منذ اليوم الأول للبت في القضايا التجارية، سوف يطرح عليها عبء البت في هذه القضايا التي كما هو معروف تتسم بالتعقيد، كقضايا صعوبة المقاولة التي تتطلب أجهزة خاصة وكذلك كفاءات عالية كالقضاة المنتدبين والسلاتكة. الحلول الأخرى المستجدة للإشكاليات القانونية والإجرائية المطروحة حالياً أمام القضاء التجاري سوف أمر عليها بسرعة. مثلاً على مستوى الاختصاص النوعي، بالنسبة للاختصاص النوعي الإشكاليات المتعلقة بالاختصاص النوعي شكلت يعني عبئاً في الحقيقة على المحاكم التجارية. وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، في البداية جميعنا يتذكر بالنسبة لظاهرة 24/8/1965 وقال كلمته بالنسبة لاختصاص في اتجاه اختصاص المحاكم التجارية بالنسبة لها الظاهرة. دفع بهذا الاختصاص النوعي باعتبار أن المشرع آثر أن يكون البت فيه بوصفة حكم مستقيم، استعمل هذا الدفع في الحقيقة منذ إنشاء هذه المحاكم كوسيلة لإطارة النزاع باعتباره حكم قابل للاستئناف أمام جهتين مختلفتين، فإذا تعلقت إلا يعني في حالة طائلة كما قلت بالنسبة لـ 24/1955 التحسيمة في المشاكل
متعلقه باختصاص ما بين المحاكم الابتدائيه والمحاكم التجاريه، باعتبار ان هذه الاحكام المتعلقه باختصاص النوعي غير قابله للطعن بالنقد. وضعوا مشروع اصدار مدني المزمعي اصداره مستقبلا، فطلوا بطبيعه الحال في هذه الاشكاليه. جاءوا باتجاه حاسم وربما خطوه جريئه اعتبرها وشجاعه لحسم هذه الاشكاليه. فاعتبر المشروع ان مساله الاختصاص النوعي او ابقى على الاختصاص النوعي، ولكن جعل هذا بحكم مستقل، ولكنه جعله غير قابل للطعن. ويكون المحكمة التجارية حكما بعدم اختصاصها وأحالت المنفعة للمحكمة الابتدائية، فالمحكمة الابتدائية ملزمة بأن تثبت في الموضوع، والعكس صحيح. والعكس صحيح. إذا هذه في الحقيقة خطوة جريئة، ولكن لا نعرف ماذا سوف ينتج عنها فيما بعد. ثم أن التفت بعدم اختصاص لأول مرة أمام محكمة النقد لا يقبل. كذلك المشرع حسم في هذه النقطة. إذا لأن هذه الإشكالات المتعلقة بالاختصاص كانت تطيل أمد النزاع. واليوم كما قلت لا زلنا نعيش إشكالية كبيرة بعد صدور قانون حماية التدابير المتعلقة بحماية المستهلك. لحد الآن لا زال السجل قائما بين المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية بخصوص من المختص حينما يكون هناك نزاع جانب فيه يتعلق بالتاجر وجانب اقوى يعني مثلا كبنك والجانب في مدونه التجاره، في حين ان نص متعلق بحمايه المستهلك ينص على ان يعني ان الامر يتعلق بالمستهلك، وبالتالي في الاختصاص مبدئيا يتعين ان يذهب الى المحكمه الابتدائيه. دور مية من عامة أمام المحاكم التجارية لن أطيل فيه، فقد عرف نقاشا طويلا، ولكن المشروع الآن تراجع عن هذا الموضوع، تراجع عن إحداث نيابة عامة إلى جانب رئاسة للمحاكم التجارية والمحاكم الاستئنافية، وقرر المشروع طبعا ان تمثل النيابه العامه في المحاكم الابتدائيه بنائب لوكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه، وبنائب لوكيل عام بالمحكمه التجاريه بمحكمه السنه التجاريه. وهذا هو النظام الذي تسير عليه فرنسا منذ انشاء المحاكم التجاريه. في نظري ان هذا الاتجاه هو اتجاه سليم. لماذا؟ لأن إذا كنا سوف ننشئ نيابة عامة بدون اختصاصات فما هي الفائدة؟ كون أن نائب وكيل الملك الذي سوف يلتحق بمكتب ببناية المحكمة التجارية أو بقسم، طبعا الحال حينما يكون في القسم فهو متواجد بنفس المحكمة الابتدائية، فهو يستمد اختصاصاته بصفة عامة من المسطرة الجنائية، وبالتالي فيجب ان لا يغرب عن ذهني ان هناك ترسانة قانونية تتعلق بالقانون الجنائي للاعمال لم يتم تفعيلها الى يومنا هذا. واعتقد ربما هذا هو السبب، لان النيابة العامة المنشأة بوحدة امام المحاكم التجارية لم يكن لها وسيلة قانونية لكي تتدخل او تبحث او تقوم بابحاث، بينما الان فصاعدا سوف يمكن للنيابه العامه الحقيقيه صح التعبير ان تقوم بهذه الابحاث وان تصل الى حد المتابعه. فهذا كله لا، القانون الجنائي للاعمال ليس المراد منه تخويف المستثمر، لانه دائما حينما تطار مساله النصوص الجنائيه المتعلقه بقوانين الاعمال فكثيرا ما المستثمر يقول، وكان هناك نقاش عند طبيعه الحال انشاء المحاكم التجاريه، تخوف، كان هناك تخوف من طرف المستثمرين
إذا طبقت عليه هذه الدفة القلبية فلن يكون هناك استثمار. ولكن الوضع بقي عادي جدا، بالعكس بالعكس نلاحظ على أنه عدم وجود آليات للبحث. مثلا أعطي مثال، مثلا بالنسبة للقوائم التركيبية، القانون ينص على أن هذه أن جميع الشركات تتعين أن تودع قوائمها التركيبية سنويا، ولكن هناك من يودع هذه ويتلعب دورا مهما بطبيعة الحال بالنسبة للمستثمرين لكي يطلعوا على هذه القوائم ليعرفوا مدى صحة الحالة الصحية للمقاولات، ولكن هناك من يودع هذه القوائم التركيبية لدى مصالح السجل التجاري للمحاكم التجارية، وهناك من لا يودع وقلما تكون هناك متابعات رغم أن النص موجود. إذا ما المقتضى في هذا الإجراء في هذه أذهب مباشرة إلى مستجدات المصادر الجمعية. سبق لهذه المحكمة أن شهدت ندوة حول مستجدات متعلقة بصعوبة المقاولة، وقد شرفنا الدكتور الأستاذ معنا في هذه الندوة، وأقول أننا المشرع حاول من خلال مشروع موجود حاليا هو شيكسو على أن يلامس جميع الانتقادات التي وجهت لهذا الكتاب الخامس، وحاول قدر الإمكان. وكانت هناك عدة تعديلات في الحقيقة يطول شرحها لأنها تحتاج إلى النظر. كل ما يمكن أن أقول وأن المشرع بالنظر لأن المصادر الموجودة حاليا من تسوية قضائية وتصفية قضائية، تبين من خلال الإحصائيات أن هذه المصادر لم تعطي أكلها خلال هذه السنين، لأنها لم تكن جذابة بالقدر الكافي. فإما يأتي المستثمر أو مقاول أو مدير الشركة ليطلب التسوية القضائية وقد فات أوان ذلك، لأنه أصبح متوقفا بشكل لا رجعة فيه عن الدفع. وإما أن يأتي الدائنون بعد أن تكون فعلا الشركة أو المقاولة قد توقفت بشكل لا رجعة فيه عن الدفع للمحكمة لفتح هذه المصادر. بقي السؤال مطروحا، كيف يمكن أن نجذب المستثمرين الذين بدأت تظهر لديهم البوادر الأولى للسرطة لهذا المستثمر؟ وبذلك لجأ إلى مسطرة وسيطة وهي مسطرة الإنقاذ. كل ما يمكن أن يقال عن هذه المسطرة أنها يعني يمكن أن تباشر من طرف كل رئيس محاولة قبل أن يصبح متوقفا عن الدفع، وتكون له امتيازات هامة وكبيرة، ولا سيما أنه يبقى هو صاحب الكلمة داخل مقاولته، وتعطى له امتيازات من قبل تخفيف الاعتراضات وتوقيف التنفيذات وامتيازات أخرى بطبيعة الحال يمكن كما قلنا أن تجذب المستثمر. مؤسسة قاضي التنفيذ، المشرع المغربي كما قلت قبل قليل مقدمة على أنه أحدث نظام ما يسمى بالقاضي المكلف بتتبع مسطرات التنفيذ، ولكن هذا القاضي هذا يعني كانت هي خطوة كما قلت محتجين، ولكن هذا القاضي لم تعطى أي اختصاصات. مباشرة بعد قراءة المشروع نجد أن أخيرا المشرع المغربي اقتنع بانبثاق مؤسسة القاضي التنفيذ الذي سوف تعطى له جميع الاختصاصات المتعلقة بالتنفيذ، وسوف يكون هو من يبت بطبيعة الحال في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ وطلبات آجال استرحامية وكذلك تنظيم إجراءات التنفيذ من ألفها إلى ياها.
السجل التجاري، السجل التجاري مبدئيا محاكم تجارية لعبت دورا كبيرا في بلورة مسألة السجل التجاري. فأنا عشت مخضرما، يعني عشت كمسؤول في المحاكم الابتدائية لمدة لبسة بها قبل أن ينقطع القضاء التجاري، وعشت بطبيعة الحال في العديد من المحاكم التجارية الأخرى، وكنت أعرف كيف كانت هذه المصالح السجل التجاري، يعني كمصلحة عادية داخل المحكمة محاكم ابتدائية لا تعطى لها الأهمية القصوى التي برزت بعد إنشاء المحاكم التجارية، وأصبحت هذه المصلحة من المصالح الكبيرة. تم شيء مهم يعني لا يعرفه الجميع، لا يعرفه إلا أهل الدار، وهو أن الذخيرة التي يمكن أن نعتبرها ذخيرة لا مادية، كما صرح بذلك جلالة الملك في خطاب سابق على أنه يتعين تدقيق داخل المجال الجغرافي المغربي على وتسجيل كل التراث اللامادي للمغرب. أنا أعتقد على أنه مصالح السجل التجاري في المغرب التي بدأت منذ 1926 تعتبر ذخيرة لا مادية في المغرب. ويكفي أن اطلعت على السجل التجاري مثلا لمدينة طنجة التي كانت دولية وكانت بها شركات متعددة الجنسيات كبرى، وكذلك الدار البيضاء بدون شك التي هي دائما قطب اقتصادي. أقول على أن ما لا يعرفه إلا أهل الدار هو أن السجل التجاري بهذه المحاكم عرف تنقيحا، إذ تم عمل كبير جدا بتضمين جميع البيانات المتعلقة بالسجل التجاري والتي كانت ورقية وتم إدخالها رقميا، وأصبح الآن يمكن للمواطن والمستثمر، وهذه من الضمانات الكبرى، أن يحصل يعني في دقيقة واحدة سواء على الشبكة الإلكترونية أو في المحكمة بشهادة حول أي سجل تجاري لأي شركة كيفما كانت. كل ما هنالك أنه للمزيد طبعا يتعين أن يكون هناك سحب لهذه الشواهد عن بعد، وتسخير جميع الإمكانيات الإلكترونية والرقمية الحالية للمزيد من إضفاء التحديد على هذه المصلحة. وبذلك أكون قد أنهيت هذا العرض، وشكرا جزيلا. شكرا للسيد الرئيس الأول على هذا العرض الكريم، ونظرا لكثرة المداخلات وضيق الوقت فإني سأنتظر إلى عدم تعقيب على أي مداخلة. كما أقول سيد الرئيس الأول على أنكم محظوظون لأنني لم أضبط ساعتي على الوقت المخصص لكم، ولذا سأفعل ذلك فيما تقابل المداخلات. الكلمة الآن السيد النقيب عبد الدرويش والذي يكون موجه خصيصا هذه الملاحظة، لأنني أعرفه جيدا كما تعرفونه، إذا انطلق فليتوقف إلا إذا كمل. فليتفضل سيد النقيب، شكرا بإلقاء مداخلتكم. شكرا سيد الرئيس. إذن أحتكم وإياك إلى القاعة، إذا ما قالت القاعة أسكت سأسكت. شكرا سيد الرئيس وزميلي العزيز أستاذ حياة الله. أولا في البداية دعوني أن أطرح سؤال لا زال يقض مرجعي إلى الآن. المحكمة العربية للاستثمار وهي قلب هذه الندوة، وأنشئت منذ سنوات وصادقت عليها كل الدول العربية باستثناء جزر القمر فيما أعلم إن لم تنخرط فيها، ولكن هذه المحكمة لا زالت لازمنا نهيئ لها ونفكر في كلام، رغم أن أجهزتها تقوم بما يجب عليها. لذلك هناك خلل ليس فقط بالنسبة
بالنسبة للمحكمة العربية للاستثمار، بالنسبة لمراكزنا العربية كل عن آخرها، نحن لدينا محكمة عربية للاستثمار صادقنا عليها كل الدول، وحينما يثار نزاع بيننا بين مواطنينا وبين إحدى هذه الدول نلتجئ إلى المراكز الأجنبية، نلتجئ إلى مركز باريس ونلتجئ إلى واشنطن وإلى وإلى وإلى. إذن هناك خلل، الخلل لا يكمن في المنظومة القانونية. إذا ما قمنا باستقراء التشريعات العربية الخليجية كلها تتوفر على قوانين الاستثمار ومتقدمة، الاتفاقيات الاستثمارية في العالم تنيف عن 2200 اتفاقية استثمار، والمغرب صادق على ما يرغو عن تليد عن 30 اتفاقية استثمارية، ولكن رغم ذلك لازم نشكو. إذن أين الخلل؟ الخلل يكمن أولا في الممارسين وفي مقدمتهم من طبيعة الحال، السادة القضاة والسادة المحامون وكذلك المهتمون. لذلك سأوجه نداء إلى المشرع. المشرع المغربي حينما يضع تشريعا المتعلق بقانون التحكيم أو تشريع آخر قبلته هي فرنسا، وحينما يتعلق الأمر بالتحكيم قواعد أستراليا، وبعد الأحيان القانون التونسي والقانون الفرنسي والقانون المصري، ولكن يتنسى بأن هناك تجارب أخرى، مثلا القانون الإسباني وضع نصا في قانون التحكيم، أتذكر مادة 11 أو مادة 12 بعد التعديل، يجعل التحكيم حقرا على المحامي إذا تعلق الأمر بنزاع ذي طبيعة قانونية. ولكن أوجه نداء إلى قاضي الارتكاز وهو ما يسمى قاضي التحكيم رئيس المحكمة. أحيانا بعض السادة الرؤساء حينما يعينون شخصا كمحكم أو في هيئة التحكيم يعينونه وهو غير متخصص في ذلك النزاع. أعطيكم مثال، هناك نزاع يتعلق بمركب محمد مسجد الحسن الثاني، مسجد الحسن الثاني، وكذلك المركب المتعلق بفضاء البنك الشعبي المركز، وعين في هيئة التحكيم ثلاث محكمين، هذا عين محكما والآخر محكما وجرى رأس المحكمة وعين محكما ثالثا كلهم مهندسون، والأمر يتعلق بالمسؤولية العشرية التي تبنى على الآجال وعلى قواعد دقيقة. لذلك الحكم الصادر في هذه النزاع لم ينال الصيغة التنفيذية بسبب ماذا؟ أن الهيئة التحكيمية لم تحترم حقوق الدفاع، لا يعرفون كيف يحرروا الاستدعاء، لا يعرفون تحرير المحاضر، ولم يحرروا الحكم التحكيمي كما يجب. وإن كان القرار رفضته هذه المحكمة مدينة تجب الصيغة التنفيذية، محكمة ستينا مدينة تجب الصيغة التنفيذية، مشاهد محكمة النقد رفض النقد مدينة تجب الصيغة التنفيذية وقطعنا الوقت. لذلك هناك خلل، لذلك أدعو المشرع المغربي أن لا يعتمد فقط القوانين الفرنسية، لأن القوانين الفرنسية ليست هي الكمال. مثلا عندنا مركز دبي، يعني من المراكز المتقدمة عالميا، ولكن تشريعات إنجليزية ولواء إنجليزية ومؤطرين إنجليز. لذلك الآن هو نال يعني واحد إعجاب ديال المستثمرين بما فيهم المستثمرين العرب. لذلك عندنا مشكل في الممارسين. ثم إذا لا بد أن نتساءل عن المشكل، يجب أولا المهام يتقاسمها القضاء، الدفاع، ذوي الحقوق،
الحصارون، محررو العقود، الوكلاء، هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية، يتعين عليهم أن يقوموا بحد أطراف العقد على اللجوء إلى التحكيم لجهة معينة، لجهة معينة. لذلك سنقوم بعقد ندوات وندوات وندوات، ولكن سوف لا نبارك مكاننا إذا نحن لم نراجع الذين في موقع القرار، في موقع القرار. لذلك طرح علي سؤال حسب هذه المداخلة: ما هو دور المحامي في حماية أو في تشجيع الاستثمار؟ المحامي ليس فقط يؤدي رسالة أو أنه يكلف بقضية، لا، بالإضافة إلى ذلك المحامي له دور فعال في ميدان التحكيم وفي الاستثمار. أعطيكم أمثلة، لست أدري، لا، هناك من سيتذكر قضية سفينة خرج خمسة. هذه سفينة كانت تمخر ذباب المياه الإقليمية المغربية، ثم وقع لها عطب وقامت بتلويت المياه الإقليمية المغربية، عرضت على التحكيم، وكان محامي المملكة المغربية قد لعب دورا حاسما في حل النزاع وانتهى هذا النزاع عن طريق الصلح. هو المرحوم النقيب محمد الناصري له دور كبير في حسم هذا النزاع لفائدة الدولة المغربية. القضايا التي تحدثت عنها حينما كنت مكان الأستاذ هداية الله الذي أخذ الآن مقعدي، وتلك الأيام نداولها بين الناس طبعا، قضايا سنني الإيطالية والقضايا التي نشبت بين الشركات الإيطالية وبعض الشركات الألمانية والسويسرية بخصوص الطرق السيارة، وحيلت أيضا على التحكيم وانتهى بعضها أغلبها بالصلح وانتهت واحدة بالحكم. من الذي كان يسير المسطرة في هذه القضايا؟ كذلك نفس المكتب، مكتب الأستاذ النقيب محمد الناصر. لذلك هنا عندنا مكاتب التي هي مؤهلة لحد المستثمرين على اللجوء إلى التحكيم وإلى اللجوء إلى المراكز التي هم ليس اللجوء إلى التحكيم. اللجوء إلى التحكيم مسألة يمكن أن نتجاوزها، ولكن أن نلتجئ إلى المراكز العربية، هذا ما نريده. أنا قلت لكم بأنه كان هناك مركز دبي ويقابله هنا في الدار البيضاء مركز القطب المالي. منذ 3 أسابيع أصبح مركز القطب المالي الدار البيضاء يحتل الرتبة الأولى التي كان يحتل هذه الرتبة مركز جونسبورغ في جنوب إفريقيا، واحد المحلة. والقطب المالي للدار البيضاء يحتل درجة 33 عالمياً، أهمية. لذلك عندنا قطب وبه غرفة وأحدثت، وإن كانت اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي لهذا القطب لم توضع بعد، ولكن أنا حسب مصدري ومعلوماتي على أنه النظام الداخلي لهذا المركز جيد جدا، لأنه لم يعتمد فقط على أنظمة فرنسا، ولكن اعتمد يعني أنظمة أخرى. الأول العرب لهم أموال، والمصدر الأساسي للاستثمار هو المال، رغم تدني أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ولكن بعد مرور 2016 إلى 2017 ستعود يعني الأمور إلى نصابها، ولكن لحد الآن من حيث الأموال حال العرب جيدة جدا بخصوص عصب الاستثمار. بالنسبة لفعالية المحامي في قانون المهنة، من قانون المهنة المغربي وهو مستجد بخصوص قانون المهنة الحالي وما تنص عليه المادة 9، وجاءت واضحة و
بصيغة الأمر حينما تحدث المشرع عن تنافي المهنة مع بعض المهن الأخرى في حافظة. تقول هذه المادة: يقوم المحامي بالتحكيم وبالوسائل البديلة، ويحث موكله على اللجوء إلى هذه الوسائل، بمعنى صيغة الأمر. لذلك هنا المحامي يمكن له أن يلعب دورا، لأن في إقناع موكل على أن يتجه إلى التحكيم. أيضا المادة 30 من قانون المهنة: المحامي يحث موكله على الصلح وعلى التحكيم وعلى التوفيق وعلى الوسط وعلى الوساطة. أيضا المادة 43: المشرع نص على أن المحامي يعطي الاستشارة. إذا استشرت من طرف مستثمر معين، عليك أن تنصحه بأن يلجأ إلى التحكيم، وسيقول لك: ولكن أي جهة حتى على أن يلجأ إلى تحكيم مركز عربي؟ المحامي يعطي الاستشارة القانونية. إذا كان هناك مجال، بل أكثر من ذلك، يمكن للمحامي أن يمثل أحد الأطراف في العقد شريطة أن تكون هناك وكالة خاصة. إذا أنت تمثل مستثمر أو رجل أعمال، تمثله في العقد، لك الحق أن تتصرف لأن لك وكالة خاصة. يمكن لك كذلك أن تدرج في العقد شرط التحكيم. ودعوني أن أقف عن شرط التحكيم وأوجه الكلمين. أجابتنا محكمة النقد بأنه غير كافي، لا بد وأن تحدد الموضوع ثم تأتي وثيقة التحكيم لنقول بأنه يجب أن نعين الموضوع. إذا من الانطلاق، إذا هذا أغلب من العوائق التي تقف أمام التحكيم وتعطله وتخلق صعوبات هو شرط التحكيم، وهو ما يسمى بشرط التحكيم العليل، وهو ما سماه منذ قليل في الصباح المريض. والأغلبية تقول شرط التحكيم العليل، وبالتالي فإنه يجب هذا الشرط أن لا يكون عليلا. أيضا بالنسبة للمحامي والقضاء، لأن هذا قسم مشترك، القاضي يصدر الحكم القضائي بالتدليل أو بالبطلان، ولكن من الذي يقوم بتسيير المسطرة؟ المحامي هو الذي يسير المسطرة. إذا كانت مذكرات المحامي ومرافعاته جيدة سيكون الحكم جيدا، والعكس صحيح أيضا. إذا كانت المذكرة غير جيدة أو سيئة الحكم كذلك، لأنه القاضي حينما لا نكون أمام القواعد الآمرة، القاضي يطبق أوامر مشرعه وحده، ثانيا ينظر في حدود طلبة الأطراف فقط، لا يمكن له أن يأتي بشيء من عنديتي إلا ما تعلق بالاجتهاد، ولكن إذا أثرت أمامه وإذا لم تثر أمامه ماذا عسى القاضي أن يفعل؟ لذلك القاضي والمحامي يصنعان معا الحكم القضائي. إلى درجة أنني قلت أحياناً بأن المحامي هو مهندس الحكم القضائي، هو المهندس الذي يضع له الطريق، هو الذي يهندسه. حينما نكون أمام عمارة وتنال إعجابنا نقول ولي هذا مهندس عفريت، مهندس جيد لأنه وضع لنا رونقاً. وكذلك الحكم القضائي، حينما نقرأ حكماً قضائياً جيداً نقول بأن هذا الحكم القضائي مهندس، يعني هندسة جيدة، وهنا نقصد المحامي وكذلك القاضي. لذلك هناك مجال واسع للمحامي بأن يلعب دورا في التحكيم. لذلك أتذكر بأن هناك اتفاقية تبادل حر بين المغرب وبين الإمارات العربية، وهنا أقول لإخواني العرب بأن القضاء المغربي أحيانا
تشجع المستثمر على الدولة، وهذا ما تهدف إليه الاتفاقيات الدولية. القاضي يقول لا، هذا مستثمر يتعين أن نقوم بحماية حقه. وأعطيكم الدليل، صدر حكم رائع من المحكمة الإدارية بالرباط بين شركة مغربية وبين إدارة الجمارك. الشركة المغربية استوردت من الإمارات العربية حليب المجفف ولديها شهادة المنشأ، وهناك اتفاقية تقول بأن البضاعة التي يستوردها شخص من هذه الدولة من المغرب أو من الإمارات العربية ويتوفر على شهادة المنشأ إنها تعفى من الرسوم الجمركية وتعفى كذلك من المكوس. لذلك أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما من أروع مما كان وهو منشور به إحدى المجلات التي تهتم بالنشر، رحاب المحاكم عن التسعة. لذلك هنا القضاء، أريد أن أقول القضاء، وإن كان يقال أن أهل مكة أدرى بشعابها أو أن للكعبة ربا يحميها، معايا القضاة، ولكن أنا كذلك الآن في ندوة علمية ومن حقي أن أدافع عن القضاء إذا كان الأمر كذلك، ومن حقي أنتقده إذا كان للانتقاد محل. لذلك الآن هناك بعض الأحكام المعروضة على الغرفة الإدارية لمحكمة النقد تتعلق بالاستثمارات وبصفة خاصة في الجانب الضريبي، وننتظر ماذا ستقول محكمة النقد، لأن التحكيم في الجانب الضريبي يجب أن نميز بين التحكيم الداخلي لا يجوز فيه 310، ولكن التحكيم الدولي يجوز فيه، لأن ميثاق الاستثمار ينص على ذلك صراحة، وهو ما أطلق عليه الإعفاءات أو الحوافز الضريبية. وشكرا سيد الرئيس. رغم شكرا السيد النقيب على هذه المداخلة الطيبة، واحترمكم للوقت. ولفت انتباه السيد الأستاذ الحاضرين أن هناك تغيير طفيف على جدول المداخلات تبعا لما خبرنا بها اللجنة المنظمة، إذ سيتناول الكلمة الآن الأستاذ أحمد رحوم الذي كان مبرمجا في جلسة الأمس ونظرا لظروفه الشخصية تعثر على حدود أمس. السيد أحمد رحوم السيد المدير العام للقلب العقاري السياحي، فليتفضل مشكور. شكرا سيد رئيس الجلسة. حضارة سيدات والسادة، اسمحوا لي أولا في البداية أن أتقدم بالشكر لمنظمي هذه المناظرة وبالخصوص إلى السيد الرئيس للفرصة المتاحة لي لإلقاء هذا العرض أمامكم. هذه فرصة لنقاش مباشر حول موضوع مهم هو موضوع الاستثمار وعلاقته مع المنظمة القضائية. سنطرح في هذا العرض بعض الإشكاليات التي نلاحظها في صياغة بعض النصوص أو في تطبيق بعض المصادر، كما أننا سنحاول أن نقدم بعض الاقتراحات لتحسين الأمور وفقا للملاحظات الآتية في هذا. قبل التطرق في الموضوع لنتوقف قليلا عند الحالة الاقتصادية وحالة الاستثمار لبلادنا اليوم. فالمغرب يمر حاليا بمرحلة انتقال اقتصادي نتيجة للأزمة العالمية التي ظهرت سنة 2008 بسبب المستوى المفرط الذي بلغته الديون التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية في التسعينات وبداية هذا القرن. وقد تحولت هذه الأزمة إلى أزمة للنظام المالي العالمي من بنوك ودور للتأمين وشركات الاستثمار التي أفلس بعضها سنتين 2009 و2010 قبل أن يتحول الأمر بشكل عام إلى أزمة ديون للدول اعتبارا من سنة 2011، وهذا ما عرفته البلدان كاليونان وإيرلندا وجزيرة قبرص وإسبانيا وغيرها. وقد تسببت هذه الأزمة في ركود اقتصادي مع نمو ضعيف بنحو 1% أو أقل في البلدان الغربية، وخاصة في بلدان
وحدود الاتحاد الأوروبي التي تشكل الشركاء التقليديين لبلادنا الاقتصادية. لقد كان لأطالة الأزمة مطل على الاقتصاد المغربي، وقد جاء ذلك متأخرا شيئا ما. فما نلاحظه اليوم هو أن انخفاض الطلب القادم من أوروبا على المنتجات المغربية، والصعوبات الاقتصادية التي يعيشها مواطنون الذين يعيشون ويشتغلون بالخارج تؤثر على العديد من القطاعات المنتجة في المغرب، وبالخصوص قطاع العقارات والقطاع الصناعي. وقد عانى الاستثمار الوطني من هذا الوقت بكل تأكيد، ولكن لحسن الحظ ظل الاستثمار الأجنبي في مستوى مرضي وموجه بالخصوص لما نسميه اليوم بالمهن العالمية للمغرب، وأما إذن السيارات والطيران والصناعة البنائية. وفي هذا السياق تعتبر بيئة الأعمال العامة مرضاً عاماً. ففي ترتيب البنك الدولي بشأن بيئة الأعمال عبر العالم ما يسمى بدوين بيزنس، ربح المغرب بعض المرات رغم هذه الأزمة، ويحتل الآن رتبة في الوسط الأول من الجدول، الرتبة 75 من 189 دولة. وتم فعلا تسجيل هذا التقدم، ولكن في رأينا بإمكان المغرب الحصول على ترتيب أفضل مع التركيز على مكون أساسي لعالم الأعمال وهو الثقة. ترتكز الثقة بالنسبة للاستثمار على ثلاثة عناصر أساسية. الأول هو قيام دور الحق والقانون، الثاني ديمومة واستدامة النصوص القانونية والتنظيمية التي لا يصح تغييرها وفق الإكراهات السياسية والاجتماعية، ثالثا شفافية ووضوح القواعد وبيئة الأعمال بصفة عامة. وبهذا الصدد تعتبر المنظومة القضائية المحور الأساسي لهذه الثقة، حيث تشكل هذه المنظومة بكل تأكيد الضامن الرئيسي لتطبيق النصوص القانونية وتفسيرها من خلال اجتهاد القضاء. لنقم الآن بملاحظة أساسية في هذا المرحلة. فمنذ عدة سنين استقر في المغرب عدد كبير من مكاتب المحاماة المتخصصة في قانون الأعمال. علاوة على ذلك فتحت كبريات المكاتب الدولية المتخصصة في نفس المجال من أوروبا وأمريكا مكاتب لها في بلادها. ويعتبر في رأيي هذا الحضور المكثف دليلا قويا على أن القانون هو الذي يحكم علاقات الأعمال في بلادنا. لو لم يعتبر المغرب دولة حق وقانون لما كان هذا الحضور في المستوى الذي هو فيه. كما تشكل كثافة اللجوء إلى المحاكم التجارية وتعزيز المصالح القانونية في المقاولات دليلا قاطعا على تأسيس دولة الحق والقانون. فإذا اعترف للمغرب إذن على أنه دولة حق وقانون، وإذا كانت ديمومة النصوص واستقرارها أمرا مضمونا أيضا، فإذا المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين لا زالوا رغم ذلك يتتبعون باهتمام وبعض التساؤلات عن تطبيق النصوص وتفسيرها. هكذا يتم أحيانا في بلادنا التصويت على قوانين وحتى إصدارها دون أن يكون تطبيقها أمرا ممكنا. لنذكر على سبيل المثال القانون المتعلق بالمجال الأداء الذي يعود تاريخ إصداره لسنة 2014 ولم يطبق، وهو الآن قيد التنقيح والمراجعة. اسمحوا لي الآن أن أذكر بعض الإشكاليات التي نعرفها في تطبيق بعض النصوص والمصادر أو حتى في صياغتها، وهي في خمسة نقاط. أولها صعوبة تطبيق نظام المصادر الجماعية. إن المقاولة عنصر أساسي في اقتصاد السوق تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين لضمان استمراريتها حفاظا على السلم الاجتماعي والأمون الاقتصادي وحفاظا على مصالح المستثمر. إذا كان الكتاب الخامس من دول التجارة الخاصة بالتجارة الخاصة بصعوبات المقاولة قد أتى لمعالجة هذه الدائرة، فإنه يتطلب تدعيمه بنصوص تطبيقية لشرح مضامينه فيما يتعلق بالوقاية الداخلية للمقاولة، وكذا مراقبة مهمة السندك ومراقبة الحسابات، وكذا التخفيف من أعباء رئيس المحكمة والقاضي المنتدب الذين تقع على كاهليهما مهمة جسيمة.
ومن أهم الصعوبات التي يعرفها نظام المصادر الجماعية لنظرنا المدة التي تستغرق مصدر تحقيق الديون المتنازع فيها التي تصل مدة طويلة، وفي بعض الأحيان تفوت مدة مخطط استمرارية. ومرض هذا التأخير إلى أن مصدر تحقيق الديون هي مصدر تكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف وكذا النقد. وفي عدة حالات استفادت بعض الشركات على المخطط الاستمراري لمدة 10 سنوات دون أن يتم حتى التحقيق لهذه الديون. هذا ناهيك على أن رئيس المقاولة يمكن أن يبقى مسيرا لها تحت إشراف سندينغ معين، وهذا ما يخول له استغلال الشركة لفائدته بالاستحواذ على المبالغ المتحصلة من هذا الاستغلال دون سداد ديون عارقة ومن ضمنها ديون الدولة. من خلال ما ذكر أصبح طلب اللجوء إلى فتح التسوية القضائية في بعض الأحيان ليس الغرض منه تصحيح وضعية المقاولة وفق روح القانون، وإنما الغرض منه إيقاف المتابعة الفردية التي يباشرها الدائن. البند الثاني، الإشكاليات المتعلقة بالخبرات القضائية. إن الاحتكام إلى الخبرات في المسائل التقنية من المسلمات التي لا نزاع فيها، غير أن بعض الخبراء أصبحوا يدلون بتقارير لا تمت إلى الواقع، مما يؤثر بنسبة كبيرة على العديد من الأحكام التي تعتمد أساساً على هذه الخبرات. يمكن أن نذكر على سبيل المثال الخبرات المحاسباتية في منازعات الدين، واستعمال مثلاً الكشوفات الحسابات البنكية والدفاتر التجارية كبرهان على إثبات الديون، إذ رغم أن الكشوفات قد أعطاها المشروع المشرع سواء في عنوان التجارة أو في القانون البنكي مكانة خاصة في إثبات الديون ما بين التجار، إلا أن القضاء لا يريها بعض الأحيان أي اهتمام ويأمر بالخبرة القضائية بصورة قابلة. هناك مشاكل في الخبرات التقويمية الخاصة بالعقارات والرهن. يحدد الخبير المنتدب بعض الأحيان الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العددي في مستوى يفوق الثمن الحقيقي للعقار، فتصبح الخبرة نظرا لعدم توافقها مع الواقع حماية للمدين المتقاعس تفرض الضمان الرهنية من نجاعتها. نظن أنه من المستحب إعادة النظر في الفصل 63 من القانون الإصدار المدني لما يضمن لهذه الخبرة الشفافية والمصداقية. فإننا نقترح أيضا أن يستدعى طالب التنفيذ والمنفذ عليه من طرف خبير معين حضور عملية الخبرة المتعلقة بتحديث الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العددي للعقار المرهون أو المحجوز قصد إبداء ملاحظتهما مع تدوينها بتقرير الخبرة تدعيما لصيانة حقوق كل الأطراف وتفاديا لأية محاولة يكون الغرض منها إفراغ هذه الخبرة بمحتوى. إضافة إلى ذلك يتعين على الخبير أن يثبت في تقريره كيفية التقويم عن طريق الإشارة إلى عروض اقتناء العقار المجلد وتحديد موقع العقار ومكوناته بصورة دقيقة مع الإشارة إلى أنه يعد منجوزا في الباب الثالث. هي مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 176 من قانون المصدر المدنية، وهي تتعلق بالتبليغ مرتين بالإشعار ببيع العقار وذلك خلال 10 أيام الأولى وخلال 10 أيام الأخيرة. والمقترح هنا هو حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 176 واقتصار على تبليغ واحد يكون قبل تاريخ البيع بدون تحديد أجل. وهناك اقتراح لنا في التبليغ فمسير الرئيس الأول إشارة إلى هذا المشكل. بعض الدول إما عملت بها أو في طور التفكير في مجال القانون التجاري وضعت نظاما للتبليغ بشكل إلكتروني بحيث تعطى لكل شركة عنوانا إلكترونيا ملزما، وهكذا يعتبر التبليغ برسالة إلكترونية بهذا العنوان بمثابة التبليغ النهائي ملزم للمعلمين، وهذا يعمل مشكلة.
إشكالية التصديق على العروض المقدمة من طرف المتزايدين، حيث أن العلنية التي تطبعها الذي يعتبر الشفافية وتصون حقوق كل الأطراف، ولرفع الإحراج الذي يمكن أن يقع فيه السادة رؤساء المحاكم، فإننا نقترح الاكتفاء بمراقبة سلامة الخبرة المنجزة التي تكون ذات مصداقية، وكذا المسطرة قبل عرض أعقاب البيع، وتخفيض الثمن بشكل أوتوماتيكي بعد كل سمسرة غير ناجحة، وتفاديا لكل تداعب في مسطرة البيوعات يتعين على كل متزايد، وقبل كل مزايدة أن يدلي بشيك مصادق عليه من طرف البنك بقيمة الثمن الافتتاحي، يضاف إليها مبلغ محدد في 3% من الثمن الافتتاحي ويمدد المصاريف القضائية. في حالة عدم وفاء المتزايد لباقي الثمن يتم الاحتفاظ بالشيك كالوديعة غير أن يعرف الحكامة حسب رأيه. لنرى وأقر له أن بلدنا يسير للأمام، ولكن ليس هذا هو الموضوع. الدولي لمفاهيم الحكام ما هي حتى يمكن أن نتساءل هل يمكن تطبيقها في أي بلد عربي؟ لأن العنوان الذي بين يدي ندوة للدول العربية في أفريقيا والشرق الأوسط. أنا هنا أخاطب المسؤولين في العالم العربي وليس المغرب. لقد عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنماء بأنها ليس تعريفي، بأنها ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لشؤون المجتمع على كافة المستويات وتخليق الحياة العامة. لأن المصطلح العربي هي فعالة، أما الأصل فهي كلمة فرنسية وأنتم تعرفونها أحسن مني غوغرنس. فلا يمكن استعمال الحكامة كحصانة رواضة في كل كلمة، هذا الذي وقع عليه. لنرى الآن تعريف برنامج المتحدة، هناك تعريف آخر للمجلس الأوروبي يقول يلح أنه لا حكامة جيدة دون أهمية الحكم السياسي الجيد في ضوء مجموعة من المبادئ العامة للحكم، من بينها سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا وشفافية حكومية وقابلة للمحاسبة المالية، مع يستمر مجلس أوروبي مع تدابير لمحاربة الفساد بشقي الرشوة وما تعرفونه أنتم، واحترام القانون وحقوق الإنسان. إذن تعريفين دولين، دولين مجلس أوروبي والهد للعالم العربي والمنظمة الإسلامية التي تصدعنا بمؤتمراتها، هل لديها تعريف يتلاءم مع خصوصيتها؟ مثلا أنا لم أجد ذلك، إذا وجدتموه أفيدوني من فضلكم. يستمر المجلس الأوروبي إلى أن يصل لا يمكن لمشاعة الاستثمار، مع فقدان ما ذكر، أنقل لكم الحق، مع صيانة الحرية وتسيء المشاركة الشعبية والمساءلة الفعالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها وسيادة القانون والقضاء المستقيم. لذا أقول الآن تعليقي على هذا ما نقلته عقلياً. لذا فالحكامة الجيدة إذن في أي مجتمع في العالم العربي أو في أفريقيا أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية، لأن الحكامة ليست مرتبطة بالحكومة، أيضاً مرتبطة بمؤسسات غير حكومية لإنجاح جد المصادر التنموية. فإذا انعدمت هذه المعايير فإنه يتعثر على الرأس المال
مكائد الحكامة كالأمن والقضاء المستقل جزئيا حاليا والفضاء الحر، غير أن هذه المعايير لا تحتاج إلى لا تزال الفرنسي وجودك سيد نقيب. سأواصل واعتماد على المادة السابعة من اتفاقية نيويورك وضف مصطلح عام من هو في حد ذاته تعريف للغموض بالغموض، وهو النظام العام الدولي للقول بإمكانية تنفيذ هذه الأحكام التحكيمية مع أنها معرضة للبطلان في دولة المقاطعين. سأعرج على مستوى القضاء الأمريكي، القضاء الأمريكي عرف حالة واحدة ويتعلق الأمر بين وزارة الدفاع المصرية وإحدى الشركات المتعلقة بتوريد الأسلحة، واعتبر سأسوي استعراض المقام الأساسي. القضاء المغربي واللي فيه من الدرجة الأولى هناك سأحسب بالأمر الصادر على الرئيس الأول لوكالة السلاف التجاري بالدار البيضاء في رقم 3563/13. فهذا القرار رفض التوجه، رفض الامتثال لطلبات المدعي في وجود صعوبة في التنفيذ، وبقراءة شبه معمقة لهذا الأمر الرئاسي لتبين ما يلي، أنه يعيب أولا على سلوك الطرفين اللجوء إلى مصدر الصعوبة التنفيذ والاستناد إلى مقضية المادة السادسة، مع العلم أنه كان يمكن أن تثار المادة السادسة مع تحقيق ضمان، مع وضع ضمان أو كفالة للأمر بإيقاف التنفيذ دون اللجوء إلى مصدر الصعوبة، وهذا تحقيق التنفيذ لإمكانية تطوير المادة السادسة على مستوى القضاء المغربي للقول بأنه يمكن وقف تنفيذ الحكم الذي يسمح للطعن والطعن في الديمقراطية بناء على وضع ضمانات صحيحة وقرارات. وبه أشكر حضور الكريم على حسن الاستقبال، وفي نفس الوقت أشكر السيد النقيب على سعة صدره. وجه ترجيني إلى شكرا للسيد الكريم على مداخلتك القيمة. أي حال المشكل ديال التعارض بين النصوص وبصفة خاصة بين النص الإنجليزي والفرنسي، إذ عقدت عدة مؤتمرات للتفكير في محاولة إعادة قراءة اتفاقية نيويورك وتعديلها، ولكن رغم ذلك خرج المؤتمرون على أن اتفاقية نيويورك لا زالت صالحة إلى الآن ولا يمكن أن يطالها أي تعديل، وأنه إذا تعارض النص الفرنسي مع النص الإنجليزي فالمؤتمرون أعطوا الأولوية للنص الإنجليزي. كل ما هنالك وكل ما هو جديد أن هذه الاتفاقية اتفاقية نيويورك صدرت بعدها اتفاقية أخرى وهي اتفاقية الخطابات الإلكترونية لتتلائم اتفاقية نيويورك مع العقد الإلكتروني ومع وسائل الاتصال عن بعد، ونحن عندنا صفة 53، وبالتالي صدرت اتفاقية الخطابات الإلكترونية والمغرب لم يوقع بعد على هذه الاتفاقية، وإننا نناشد المشرع المغربي أن نناشد الحكومة المغربية بأن تصادق على هذه الاتفاقية لتكتمل المنظومة المتعلقة بالاعتراف بالحكم التحكيمي الأجنبي وتنفيذه. غالي إسحاق الأستاذ إن المحكمة الابتدائية إن المحكمة التجارية هي التي نظمت هذه النزوة حسب ما يبدو، وأن حضور محكمة الاستئناف من تحصيل الحاصل لا بد وأن يكون رئيس الأول حاضرا في ذلك، فمحكمة الاستئناف التجارية لم تنظم وإنما المحكمة الابتدائية. بمشاركة محكمة الاستئناف التجارية مع المحكمة التجارية ومع باقي الفاعلين الآخرين، هيئة المحامين القابضة وكذلك المفوضين القضائيين، لذلك هكذا نكون قد أتينا على هذه القصة، لذلك نعلن عن
لتناول الشاي وبعض الحلويات، والمدة 15 دقيقة، ونعود إلى مقاعدنا. حصلنا على قرار صادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة السنات التجارية الذي قد يكرس بعض المبادئ المرتبطة بموضوعنا. بصفة عامة، إن تغيير المناخ العام للاستثمار يتطلب مجموعة من القواعد القانونية ومجموعة من الإجراءات والتي تجد أساسها في الوسائل الموازية لحل المنازعات. وتذكروا جميعا الخطاب الملكي الشهير عند افتتاح السنة القضائية لأكادير، والذي ربط النهوض بالاستثمار بتقنين مجموعة وتبسيط مجموعة من الوسائل. أستاذنا ورئيس جلستنا وأقيم أهلنا بخصوص أن اللجوء إلى التحكيم ما بين طرفي النزاع ما هو إلا هدفه التراضي وخلق واستمرار خلق تلك العلاقة. فحقيقة اللجوء إلى التحكيم ما هو في الحقيقة إلا تعبير عن الصراع بين المستثمرين الجهة والشركات المتعلقة الجنسية والجهة الأخرى والدول النامية. وقد انتهى هذا الصراع بتحقيق رغبة المستثمر الأجنبي في فرض هذا الشرط على الدول النامية بصفة عامة. الهدف من ذلك هو المحافظة على الأسرار التجارية الخاصة بهذه الشركات وعدم عرضها على قضاء الوطن. البعد المتعلق بشرط التحكيم وهو إجبارية الشركات المتجسدات في إلزام الدول النامية بهذا الشرط. ومع ذلك إذا كان للتحكيم أهمية خاصة، فإن الإشكال يطرح بالدرجة الأولى بعد صدور هذا الحكم التحكيمي حول إمكانية التنفيذ على مستوى المملكة المغربية عندما بالرجوع إلى المادة 0500 نجده لا يتطرق إلى مسألة بطلان، لا يطرح بكيفية مباشرة إلى مسألة أثر بطلان حكم التحكيم في دولة مقر التحكيم على طلب تنفيذه في دولة في مقر التنفيذ. فالمملكة المغربية صادقت عن الاتفاقية في نصها الفرنسي، وعندما أتحدث عن النص الفرنسي فهو يخالف النص العربي. فالمربط الأساسي الذي يرتبط بالبطلان يزيد منه في المادة الخامسة والمادة السادسة والمادة السابعة من اتفاقية اليورو. المادة الخامسة في النص العربي تتحدث عن الجولة، لا يجوز أنه الاعتراف بالنفيد إلا وفقا إلى أدرك المحكمة محكمة تمويل النفيد أو محكمة مقر النفيد هذه المسألة. بخلاف النص الإنجليزي فيه تطابق ما بين النص العربي والنص الإنجليزي. إذن يطرح السؤال في هذه المسألة، كيف يمكن للقضاء الوطني أن يعتمد، هل يعتمد النص الفرنسي الذي صادق عليه أم يعتمد النص العربي؟ بالنسبة لدول شمال أفريقيا صادقت جميعا على النص الفرنسي. بالنسبة لدول الشرق الأوسط اعتمدت النص الإنجليزي الذي يطابق النص العربي. عند اختلاف هنا مثلا نرجعوا للمعاهدات، القانون المعاهدات والمعاهدات بينهم. القانون المعاهدات بيننا إذا النص الفرنسي يتحدث عن الوجوب في معاهدة اليورو اللي هو عدم قبول عدم
يعني رفض تنفيذ حكم تحكيمي معارض بتنفيذ حكم قانوني. النص العربية تحدثت على جوانب. بالنسبة للمعاهدات، بالنسبة للقانون المبدل، عفوا، بالنسبة لاتفاقية فيينا في مادة 33 تجي في فقرتها الأولى عندها إذا عقدت معاهدتين بلغتين أو أكثر تكون لكل نص من نصوصه نفس الحجية ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف أنه عين الاختيار تكون الغلبة لنص معين. المادة 33 من المعاهدة ديال جنيف تتكلم على أنه إذا عند اختلاف النصين بلغتين مختلفين يجب الأخذ بالغاية من المعاهدة. إذن الغاية من المعاهدة من الدرجة الأولى تقف على تسهيل عملية وتيسير عملية الاعتراف بالإحكام التحكيمية. ما هو أمام هذا الإشكال؟ ما هو موقف القضاء المغربي من هذا الموضوع؟ موقف هذا القضاء المغربي، هناك قرار من الزل على بتاريخ 15/1994 عدد 1860 يعتمد أو ينص على الاعتداد بالنص الذي عبر به بواسطه الشرع المغربي عن إرادته عند التوقيع على هذا عند إصدار هذا النص. إذن ومع ذلك بنفس توجه المشافي، إذا كان القرار المغربي قد اعتمد على أنه المادة 65 تتحدث عن الوجوه في لغة في نصها الفرنسي والنص العربي تحدث عن الجواز، ومعلوم أن القاعدة القانون بصفة عامة هي تحتمل من حيث قوة الإلزامية إلى قاعدة إلزامية وقاعدة وجوه، فلا يعتمد على النص الفرنسي، يلزم القضاء المغربي بتبني رفض الاعتراف بالاحكام التحكيميه التي تعرضت من طرف دوله مقر التحكيم وبالتالي عدم الاعتراف بها. ولاعتبرنا النص العربي يتحدث عن امكانيه رفض القانون. هذا الشق الاول. اذا بالرجوع للقضاء الفرنسي الذي بدوره سارق على هذه الاتفاقيه نجده انه قد استبعد الاحكام او الاحكام التحكيميه القاضيه للبطلان في مقر التحكيم عند طلب تحكيمها امام القانون الفرنسي، واعتبر انه يمكن اصدار امر بتنفيذ هذه الاحكام حتى ولو كانت تعرضت للبطلان في دوله مقر التحكيم. بعض الفقه عمل على تعداد هذه الاحكام ونعى على مجرد الذاكرة الشريطية الورقية والموقع الإلكتروني ذاكرة بريس إسطنبول السيد رئيس المحكمة الاستثمار الدولية العربية أعطينا التعريف من هو رئيس المحكمة الاستثمار العربية؟ الشيخ عصام محمد السرداني وكيل محكمة الاستئناف بالكويت رئيس محكمة الاستثمار العليا العربية. ما هو الدور الذي تقوم به في هذه المحكمة الاستثمار الدولية العربية؟ دور الذي تقوم به؟ رئيس المحكمة طبعا هو رأس المحكمة الاستثمار العربية، يقوم بدعوة الجمعية العامة والاجتماع العادي والغير العادي وتوزيع الدوائر والقضايا على الأخوة أعضاء المحكمة. ما هي الجهات التي تصعب عليكم حلولها في المحكمة؟ لحد الآن لم توجد لنا أي نزاعات صعبة، بالعكس النزاعات كلها جميع النزاعات المعروضة علينا قد فصل فيها، وهناك أربع قضايا وأربع حالات موجودة ما زالت في طور النظر أمام الدوائر المختصة. هل هناك صفقات أكاديمية وسياسية في استثمار الدول العربية؟ هل هناك صفقات أكاديمية أو سياسية في استثمار العالم؟ لا،
ما في أي ما في أي سبب. هذه الندوة للمحكمة التجارية من الدارية التي حضرتم ونقشتم بها الأطروحات وبعض القضايا، ما تقيمكم لهذه الندوة؟ طبعا هذه الندوة ناجحة بكل المقاييس، طبعا دولة مملكة المغرب سباقة في هذه الأمور، وهذه الدولة الثانية تعقد خلال سنتين، وأن الدولة هذه تثري المستثمرين وتثري الخاصمين بإجراءات المحكمة وكيفية اللجوء للمحكمة عن طريق المحكمة العربية للإستثمار. كيف ترى المحكمة الاستثمار الدول العربية، هل هي بخير أم عكس ذلك؟ بالعكس، المحكمة الاستثمار ترى الدول العربية بخير والحمد لله، وفيها جهابدة القانون الموجودين عندنا وعن طريق المحامين والخبراء الدوليين اللي يحضرون أمام المحكمة، الحمد لله بشر بخير. هل هناك تعديلات جديدة تحمي المستثمر العربي؟ في إن شاء الله يعني في طور تعديل النظام الأساسي للمحكمة بخصوص تقليص الإجراءات وتسهيل الإجراءات على المستثمر العربي، وطريقة رفع الدعاوى وإدخال الأجهزة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي عن طريق الدعاوى في المحكمة، لا يلزم حضور للمحكمة ولكن عن طريق ممكن عن طريق النت يرفع الدعاوى. من يحمي المستثمر العربي إذا وقع له إفلاس؟ لا قدر الله، ولكن نحن نتمنى له النجاح والتوفيق. إذا وقع أي مستثمر، من يحمي المستثمر إذا وقع له إفلاس الشركة أو إفلاس؟ نحمي القانون طبعاً، القانون إذا كان القانون يلجأ إلى القانون طبعاً، يلتجئ القانون. يلتجئ إلى القانون. يلتجئ إلى القانون. هل صحيح الاستثمار ليس له وطن؟ ما طبعا ليس له وطن، الاستثمار متنقل ما بين الدول العربيه والدول الاجنبيه. لا هي المخاطره التي يتعرض لها المستثمر؟ المخاطره التي تعرض المستثمر هو عدم معرفه الاجراءات القانونيه، لابد هناك يعرف معرفه الاجراءات القانونيه وما له وما عليه من حقوق بخصوص العقود محل النزاع. هل القضاء له بديل في التحكيم بين الاطراف؟ في القضاء، في التحكيم، في الوساطة، في التوفيق، كلها محل تشبيه النزاعات أمام الخصمين. هل المحكمة الاستثمار الدولية العربية أو الدول العربية لها قانون خاص؟ إن محكمة الاستثمار العربية لها نظام أساسي ونقاط منبثق من الاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية التي تم التوقيع عليها في عمان سنة 1981، ودخلت حيز التنفيذ في سنة 1982، وصادقت تقريبا جميع الدول العربية على هذه الاتفاقية. هل هناك الاستثمار المباشر وغير المباشر؟ في استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وتعرض علينا نزاعات من هذا القبيل طبعا. ما هو الفصل الذي فيه ترجع الحالة إلى ما كان عليها؟ الفصل ما كان طبعا إذا استحال تنفيذ العقد ما بين الطرفين، طبعا يرجع إلى الحال ما كان عليها قبل إبرام العقد. كيف أنتم في المغرب، كيف الإدارة المغربية تتعامل معها؟ الإدارة المغربية تتعامل علينا بكل حفاوة وكل تكريم، جزاهم الله خير طبعا، ونشكر وزارة العدل والحريات على القائمين عليها، ونشكر كذلك المستشار عبد الواحد صفوري رئيس محكمة الاستئناف التجارية على ما قاموا من الجهد بجميع القائمين على هذه الندوة. نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. حياك الرحمن الرحيم. جريدة الذاكرة السياسية الورقية والموقع الالكتروني الذاكرة بريس تستضيف السيدة المستثمرة باسم كريم. ما أنا لست مستثمرة أول. أنا نعماد عمر الحويرس. نعماد عمر الحويرس من السودان، وزارة العدل، رئيس قطاع قانوني، ومحامي عام لجمهورية السودان سابقا. إذا أنت من القضاء السوداني.
نعم. كيف يعني ما هي الزيارة التي قمت بها إلى المغرب؟ أنا جيت المغرب بالمناسبة والزيارة التي قمت بها إلى المغرب. جيت المغرب بصفتي عضو محكمة الاستثمار العربية، واختارني وزارة العدل لأمثل السودان في هذه الندوة. في هذه الندوة؟ أيوة. ما تقيمك إلى هذه الندوة؟ والله تقييمي لهذه الندوة إنها طرحت مواضيع متعلقة بالاستثمار وكانت هامة جدا وكانت ضرورية وأثرت الثقافة القانونية المتعلقة بالتحكيم، متعلقة بمنازعات الاستثمار وآليات حل المنازعات من تحكيم أو واسطة أو حتى محكمة الاستثمار العربية كآلية. أنت كمن القضاء السوداني، هل في السودان مثلا في السودان كيف المستثمر العربي كيف تتعاملوا أنتم معه في بلادكم السودان؟ أيوة، السودان طبعا بلد واعد ومليء بالثروات تحت الأرض وفوق الأرض، يعني ومنها الثروات الزراعية والحيوانية والتعدين وخلافه، والاستثمار يعني في السودان كاستثمار يعني سعت الدولة سعي شديد جدا لشنو؟ لتشجيعه، فبدت بالقوانين التنظيم القانوني، وكان في قانون للاستثمار الزراعي والاستثمار الحيواني. بعد ذلك جات مرحلة يعني حصل تطورات كثيرة جدا في القانون السوداني لحد ما جاء قانون تشجيع الاستثمار 96، ومنه قانون تشجيع الاستثمار 99 الحالي. ويعني القانون الحالي مشجع جدا للمستثمرين وعمل لهم نوع من الضمانات ونوع من الامتيازات ونوع من الحصانات، وفضل فقط يعني انه يقبل حتى الاشكالات الإدارية زي النافذة الواحدة. فسعت الحكومة وسعت الجهات المختصة لتقصير الإجراء الإداري في هذه النافذة الواحدة. كيف كان استقبالك في المحكمة التجارية بمدينة دار البيضاء؟ والله أنا داير أقول أول حاجة أشكر الإخوة الزملاء والذين قاموا بشأن هذه الندوة لحفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة وحسن الإعداد لهذه الندوة. كانت منظمة جدا ومرتبة جدا، ويعني كأنما فرغونا تماما شنو للعصف الذهني وللمشاركة الذهنية، وشالوا مننا كل شيء، يعني ما احتجنا لأي حاجة غير إنه نشارك فكريا بما لدينا. يعني مرحبا بك في بلدك الثاني المغرب، واتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا. وانا اشكركم جزيلا واشكر جريده الذاكره السياسيه واشكر الاخوه بالمغرب، واحنا يعني اشقاء ونتمنى يعني ان احوجنا الى السودان. والله ونحن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل من اراد ان يتعلم من علم اذهب الى السودان. الله أكبر، إحنا مستعدين، يعني أنتوا إخوة نستقبلكم في أي وقت. السيد الرئيس عمر البشير نحتاج إلى رؤيته إن شاء الله في السودان. الله إن شاء الله إن شاء الله، ونحن على استعداد لاستقبالكم علماء ومستثمرين وإخوة حتى زائرين سائحين، وأهلا بكم في داركم الثانية السودان، ويديكم العافية إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا.